طبيب معنا فازل الزبيده. الله يوفقك. انتشرت الحاله ديال السيده اللي كانت كتدعي انها حامله منذ 9 سنوات اللي هي من ازرو. تكلمينا شويه على الحاله. دوك نحاولوا نشرحوا هذه الحاله اللي تداولت بواحد الشكل مثير في الاونه الاخيره في مواقع التواصل الاجتماعي، وللاسف بقيت لها اعتقادات سيده في عندنا بان كاين الحمل اللي تبقى مده 9 سنين ولو مده اكثر. ونحاول نبسطوها ونحاول نشرحوا كاع المعتقدات اللي عندنا في المجتمع المغربي، وباخص المعتقد ديال تكون ابيل حتى نسميوه بالدرجه ديال معتقد الركض. نهضروا بعدا الاول هذه الحاله. هذه الحاله دي السيده تدعي بانها حامله مده 9 سنين، وشاف الراي العام بان افكتي بالاخص عندها واحد الانتفاخ في البطن وعندها واحد الحركات. وغنحاولوا نحن نهضروا من الناحيه العلميه. شنو يقول العلم في هذه الحاله هذه؟ قبل ما نهضروا من الناحيه العلميه نهضروا على السيده. ان السيده شناها هذا الصباح، هذا جات لعندنا المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، وقمنا بالفحص السريري ديالها وبالفحص الصحي بالصدى، وتبين بان السيده ما عندهاش الحمل بتاتا بتاتا بتاتا، بان عندها الوالده صغيره ما بيت بلاصتو، وذاك الانتفاخ ما عنده علاقه مع الانتفاخ، تنقول احنا انتفاخ مرضي، يعني عندها شي حبه في مثلا شي تيمور في المبيض، ولا عندها الماء في الكرش ديالها. كل ما فيه هو ان كاين انتفاخ عنده علاقه مع انتفاخ في المعي الغليظ، كنا بيلو كولون ديستونسيون كوليك اي ديستونسيون غريليك، اللي تعطي ذاك الانتفاخ اللي كاين في الكرش. دونك هذا الشيء منين جاي وشنو هو؟ هاد السيده الحاله ديالها من الناحيه العلميه تيقول لهم تيقول بان السيده عندها تسمى حنا الحمل الكاذب، ولا تسمى باللغه الفرنسيه غروسيس. غروسيس نيرفوز. شنو هي غروسيس نيرفوز؟ غروسيس نيرفوز هي غروسيس سون بيبي، هي زعما حمل بدون جنين. وهذا الحمل هذا تيكون بالاخص عند النساء اللي تيكون عندهم واحد الرغبه كبيره انهم يحبلوا، ولا بعض النساء اللي عندهم واحد لافوبي الخوف المرضي من الحمل، تكون عندها واحد التجربه دارت حباله صعيبه بزاف اللي كانت تمثلها فيها التربيه، ولا دارت واحد تكون طلعت طونسيون بواحد الشكل صعيب ونعسات في لا ريانيماسيون وتكرفصات الحباله، تيبقى عندها ذاك الخوف، ومن بعد تدير هاد غروسيس بريسيوز غروسيس بليتو نيرفوز كان بين الحمل الكاذب وبين الحمل الهستيري. هاد الحمل هذا تيتدخل فيه شنو تيتدخل فيه؟ تيتدخل فيه واحد الغده اللي عندنا في السيرفو تنقولوا حنا هيبوتالاميس، اللي تيوهم الجسم بانه كاين حمل. دوك الجسم تيتوهم من طرف السيرفو ديال السيده بانه كاين حمل، وتيوهمو وبالاخص تيعطي بعض الاعراض اللي ماشي وهميه بان الاعراض كاينه. يعني شنو؟ اولا هاد الهيبوتالاميس غادي يتحكم في الغدد وغيخلي بان المبيض ما غاديش يخدم مزيان، بان بما ان المبيض ما يخدمش مزيان ما غاديش لوفيلاسيون ديالو، غيعطينا العاده الشهريه ما غاديش تجي للسيده، هذه الاول. وثانيا غيعطي جميع الاعراض ديال الحبال لما فيهم لي نوزي، داك التهيؤات باش تقيه، ولا القيء كاع بالنفس ديالو بانتفاخ في الثدي، كاع الاعراض اللي تعرفوا النساء على الحمل راه معروفين، هذوك الاعراض كلهم غيجيو للمراه، ومع ذلك غادي يبقى في الوقت ما حد الوقت يزيد السابع تدوز، والانتفاخ غيكون في البطن ديال السيده. هذاك الانتفاخ اللي عنده علاقه ماشي انتفاخ ديال الوالده، ماشي انتفاخ بالجنين، هو انتفاخ عام بان تيخص غير النصران الغالي، كانوا بين حنا النصران ولا بيا كاين الكولون داكوغ، الامعاء الغليظه والامعاء الرقيقه تيتنتفخوا وتيعطيو داك الانتفاخ في البطن. غتقول لي وديك الحركات اللي كانوا حنا السيده عيننا وشنا الحركات ديالها، هما دي حركات بحال تنقولوا حنا دي موفمون فولونتير، بيان دي موفمون ماشي فولونتير كاع فولونتير، مي دي موفمون اللي السيده تدير لابني الا شناها تتحرك، ملي شنا البيبي قلت يتحرك دير لابني تسد الفم ديالها وتتحاول تحرك الكرش ديالها بواحد الطريقه اللي تتوهمنا حنا بان كاين جنين. وهذيك حركات حنا لمسناهم بيدينا ماشي حركات جنين، هما حركات ديال الامعاء الغليظه اللي كاين في البطن ديالها، وبهذه السيده وهمه راسها بان كاين حمل. طب شنو اللي عندها بالضبط؟ شنو بقات